أهلا بيكم. في نهاية التسعينات كان السويدي سفين ماتيسون المهندس في شركة إريكسون والأمريكي جيم كارداك الموظف في شركة إنتل من بين الأشخاص اللي بيشتغلوا بجهد كبير عشان يبتكروا التكنولوجيا الثورية اللي هتسمح للأجهزة الإلكترونية بالتواصل اللاسلكي. وبالفعل في سنة 1994 استطاعت شركة إريكسون السويدية إنها تطور تقنية تقدر بها الأجهزة الإلكترونية بالتواصل اللاسلكي. وسافر ماتيسون وجيم كارداك لمدينة تورونتو كان سنة 1997 عشان يعرضوا هناك اختراعهم اللي هيغير كتير في طريقة اتصال الأجهزة ببعض. ولكن كان عندهم مشكلة إن الاختراع مالوش اسم، يعني هم رايحين يعرضوا منتج من غير اسم أو بأسماء عشوائية زي BZRF MC-Link ولو باور RF، وطبيعي محدش يهتم بالمنتج اللي مالوش اسم محدد مع إن الفكرة وتطبيقها تم بالفعل. ومن كنت ماتيسون متضايق طرح على جيم كارداك انهم يروحوا يسهروا في اي مكان قبل ما كل واحد يرجع بلده. وما بيتعشوا بدا ماتيسون يحكي لجيم كارداك عن عددهم الفايكنج المحاربين في الدول الاسكندنافيه لانه كان سويدي زي ما قلنا في البدايه. سمع جيم الحكايات عن الفايكنج وطلب من ماتيسون كتاب يقول له عليه ممكن يزود بيه معرفته عنه. وفعلا اقترح ماتيسون عليه كتاب اسمه دالون تشيبس، وهو عباره عن روايه تاريخيه بتحكي عن الفايكنج من حوالي 1000 سنه. اخذ كارداك الروايه وأراها، وكان فيها حكاية عن ملك الدنمارك هارالد بلوتوث جورمسون. الملك ده قدر يوحد النرويج والدنمارك واستمر الاتحاد ده لحد سنة 1814. وزي ما الملك ده وحد الدول الاسكندنافية هتوحد التقنية الحديثة وتربط الأجهزة ببعضها فسماها كارداك البلوتوث. طيب وليه الملك أصلا كان اسمه بلوتوث أو صاحب السن الأزرق؟ ده كان له شوية تفسيرات، أولها إنه كان عنده سن تالف، وتانيها إنه كان بيحب التوت الأزرق لدرجة إن أسنانه زرقت من أكله، لأنه طبعًا ما كانش فيه فرش أسنان وقتها. واستخدم كارداك تقويم الملك هو حرف الـ H مع حرف الـ B، ودمجهم مع بعض عشان يطلع لنا شعار البلوتوث المشهور. شكرًا ليكم.